أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله ورسوله أحب أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم.